وللحديث أكثر عن الفساد المستشري في إدارات الحكومة في العراق والمتمثل في العقود التي تبرمها الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي. أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، بحسب اللجنة المالية النيابية فإن العام المقبل سيكون بدون موازنة بسبب الانشغال بالانتخابات كما تعلم. في هذه الحال السؤال هنا، هل يمكن قانونا وسياسيا أن تبرم الحكومة اتفاقات وعقود مع مؤسسات وشركات دولية بمليارات الدولارات؟ تفضل. شكرا جزيلا على الاستضافة وتحياتي لكم وإلى جميع مشاهدي تلفزيون الرافدين في كل مكان بالعالم. شكرا. من الواضح جدا أنه إحنا عندنا أجهزة كجزء لا يتجزأ من الحكومة العراقية، وهي الأجهزة التابعة للأحزاب الحاكمة أو ما تسمي نفسها بالأحزاب الحاكمة. هذه اللجان تعمل على سرقة المال العام، ولا أريد أن أعطي صفة من الصفات إلها، لكنه بشكل عام ضالعة في النهب والسلب والقتل حتى يعني. أنا ممكن أجيب مثال واحد، أنه جرت مفاوضات بين روسيا والحكومة العراقية من أجل مشروع الطاقة الشمسية، الكهرباء للطاقة الشمسية. هذا المشروع تضمن بموجب العقد الأولي الذي قدم إلى الحكومة العراقية، يتضمن أنه الحكومة الروسية تقوم بإنشاء هذا المشروع كاملا وتسلم مفاتيحه إلى الحكومة العراقية بدون مقدمات وبدون دفعات مالية، على أن يسدد تكاليف المشروع، تسدد من جباية الفواتير اللي تطلع الاستهلاك، يعني من قيمة الاستهلاك الذي تستوفيه الحكومة العراقية من المواطنين. أكو أرخص من هذا يعني؟ هل يوجد أرخص من ذلك؟ فلماذا هذه الحكومة تعمد على إبرام عقد مع الحكومة الفرنسية بموجب مليارات الدولارات، وإحنا الآن البنك المركزي العراقي أعلن إمكانية أو ممكن أنه السنة القادمة سيعجز البنك المركزي عن دفع الرواتب. نعم سيد إبراهيم، يعني دعنا نذهب إلى سؤال آخر الآن. يعني لجنة التخطيط النيابية حذرت أيضا من سرقة أموال الدولة عبر صفقات ضخمة. السؤال هنا، أين دور الأجهزة الرقابية من تلك التحذيرات؟ سيدي الكريم، الدولة العراقية هي دولة متداخلة عبارة عن دويلات صغيرة منضمة على بعضها ولها هيكل خارجي عام. هذا الهيكل ممكن أيضا يستفيد ويقبض حقه من هذه السرقات. هاي الدويلات تسرق وتوزع السرقات، وليس في مجال الآن أن أفسر وأوزع التوزيع هذا يعني. تلاحظ شلون؟ فلذلك مهمتهم الآن قبل نهاية الدورة أن يشفطون قد ما يقدرون ويربطون العراق بمعاهدات وعقود بائسة مثل جولات التراخيص التي فلست العراق من إيرادات النفط. نعم سيد إبراهيم، يعني رغم هذه التحذيرات فإن الحكومة مستمرة في إبرام الصفقات والتوقيع على اتفاقيات وعقد صفقات بالمليارات. السؤال هنا، بما تصف هذه الإجراءات وهل تجدها قانونية صحيحة مثلا في إطار القانون؟ تفضل. أبدا ولا تمت بصلة إلى القانون، تمت إلى شريعة الغاب وتمت إلى النهب. النهب المقصود والنهب المبيت والمبرمج وفق مخططات جهنمية تفلس الشعب العراقي من ثروته ومن إيرادات، وحتى الخدمات. طبعا الخدمات معدومة بالعراق الآن، لا توجد خدمات صحية ولا توجد مياه صالحة للشرب ولا توجد خدمات كهربائية، فيجردون مما تبقى. الآن هم يخططون لبيع الأملاك الدولة، ممتلكات الدولة، يبيعوها وينهبوها ويروحون. سيد إبراهيم، إذا كانت لجنة النزاهة النيابية تقول إن عقد توتال إنرجي يصب في مصلحة فرنسا على حساب العراق، ما المصلحة التي تعود على العراق من إبرام عقد جله يصب في مصلحة الشركة الفرنسية؟ يا سيد الكريم، هذا الكلام صحيح جدا ومعقول جدا، لأنه من خلال مقارنتك ومقارنة أي جهة أخرى
بين العقدين المقدمين للحكومة العراقية لمجلس الوزراء، العقد الروسي بلا أي دفع، بلا أي مقابل، بلا أي دفعة أولية، إنما تتم التسديد بعد تشغيل المشروع من الفواتير، من جباية الفواتير من المواطنين، وبين مشروع توقعه هذه اللجان وتدفع المليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية التي تعاني من الانهيار. نعم سيد إبراهيم، يعني. نعم سيد إبراهيم، يعني الكاظمي أكد للرئيس الفرنسي أنه بصدد إبرام صفقة كبيرة مع شركة توتال وشركات فرنسية أخرى. سؤالي الأخير إليك هنا، ما الذي يدفع الكاظمي لعقد مزيد من الصفقات مع شركات فرنسية تدور حولها شبهات عدة؟ لا توجد أي مصلحة غير مصلحة النهب والسرقة والكومشنات، وكل واحد يحدد حفظ تشقيت، وهي معروفة. نعم. هناك سراق كثيرون في الحكومة العراقية لازم بعبارة احنا ناخذ كومشنات ما نسرق. نعم. هي هذه الأشياء مسرقة، أنت لما تفرض على المقاول كومشن 20% أو 15% أو 25% تأخذها تحطها بجيبك، هاي مسرقة. تلاحظ شلون؟ فالكومشنات هذه اللي هي راح تسقل كاهل الخزينة العراقية. نعم. وراح تخلي العراقي يعجز عن دفع الرواتب. شكرا جزيلا لك عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.